يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو بتاعكم النهارده، الفيديو ده مش بتاعنا احنا، الفيديو النهارده من الاردن وفلسطين ومصر في اطار حملة يلا بينا نرجع الخير لبيوتنا. شباب صغير، شباب واعد، هم دول المستقبل. بطلب من كل المشاهدين يشجعوا الشباب النهارده، وكمان بشجعكم انتوا كمان ان انتوا تشتركوا في الحملة، ويلا بينا نتابع الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إن شاء الله راح أشارك في حملة يلا نرجع الخير لبيوتنا ويلا نرجع الخير لبلادنا. طبعا أحلى تحية من فلسطين، من مدينة غزة، لعمو باسم. أنا طبعا كما تعرفوني أو بعض ما بيعرفني، طبعا البعض ما بيعرفني إني أنا أدمن القناة. طبعا انا ادمن قناعي اللي برد على بعض تعليقاتكم باسم منوعات طيور ناصر. طبعا يوم ان شاء الله هذا المقطع راح افرجيكم او اصوريكم الطيور الموجوده عندي والمحميه الطبيعيه خاصتي، وراح برضو اصوريكم طائر الكوكتيل اللي عندي وبعض المزروعات، كل محميه تبعت المتواضعه اللي مخليها للانتاج الطيور. طبعا المحميه فيها طيور الزيبرا، قبل ما ندخل طيور الزيبرا فيها أكثر من نوع من طيور الزيبرا، واليمام الماسي أو الملكي، وجوز طائر خضر، وجوز طائر تفوح. طيور برية، الخضر والتفوح برية بس يعني توفروا طريقتهم في المحمية. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى على النبي يا جماعة، خلينا نبدأ. طبعا جماعة الخير عندنا هان في البداية عش يمام ملكي أو ماسي تحتي بيضتين. طبعا هنا كان في عشة زيبرا فقمت من الخيوط لانه طلع الفراخ. طبعا هاي الفراخ تبعونه ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا جماعة جمامة ملوي جناح عشان هيك لما تطير بتخبط هان. طبعا هاي الفراخ، خمس فراخ ما شاء الله طلع عندي من هذا العش الزيبرا، خمسة لونهم ابيض. طبعا هنا في عش برضو يمام، على ما اعتقد انه اليمامة قاعدة بتبيض. اليمامة الثانية هي ورا، شايفين ديلة تقريبا. وطبعا في فوق عش يمام برضو هناك مبين الديلة تبعها، هاي الدكر راح عندها ما شاء الله. وطبعا هاي طيور الزيبرا المتوفرة او الموجودة عندي. مزروع هاي شجرة موسى سيدنا محمد بندورة، وهذه شجرة بندورة كمان، هي هذه بدأت تطلع ازهار ما شاء الله. هنا في عنا شجرة حمص. طبعا هاي كوكتيل عندي زيك. طبعا هاي طال الكوكتيل. طبعا الغرفة هلبة زيدة فيها عاملة مفتوحة كتير يا جماعة، وهي الباب حتى بطلع هيك عادي، هاي مفتوحة. الكوكتيل بلعب هنا وبلفله، مرات بطلع برا بس ما بهرب يعني، بضلوا عندي في المكان زي كأنه طلقين حمام او مخلين حمام يطير يعني في المنطقة، ما بهرب. هيك انا بحب اروض طيوري. طبعا هاي بيت الدجاج، خلينا نروح من هناك. طبعا البيت بنعمل بعض التعديلات عليه، كل هذا بوثقه في قناتي على اليوتيوب اسمه منوعات طيور ناصر، ان شاء الله عمو باسم يحكي لكم عليها. طبعا هذا دجاج فرعوني اللي هان اللي منقط. تعال. طبعا انا عندي الديك ودجاجتين وذكر فرعوني، ان شاء الله حخليهم. عندي بط يعني انا مخليه للذبح، فان شاء الله خلي بيت الدجاج لهان انزغره يعني. طبعا هاي البط ما شاء الله عليه. طبعا انا بطعميهم وجبة علف، الوجبة التانية بحط لهم فيها خضار اللي من السطح، وبحط اليومين هدول الوجبة العلف كيف بحط لهم. طبعا هاي طريقة المعلف تبعي من الخشب معمول كتير حلوة. طبعا وجبة علف بس، هي بس بحط لهم ذرة وفول لأنه بتنصح البط صراحة. وزن هذا 2.5 كيلو ولسه حجمه صغير ما شاء الله. والوجبة الثانية بحط لهم من خالة وخبز وبواقي البيت، ومعاهم رقم 4 اللي هو الخضار. فخلينا نروح على المحمية. طبعا هون أنا كنت حاطط طاهر الكوكتيل بس الحمد لله روضناه. طبعا ضل تحت التراب أو الرمال بيت للهامستر، إذا بتلاحظوا في هناك فتحة جحر أو حاجة، هناك فتحة جحر الهامستر.
طبعا وما بهرب، خلصت تربط برضو. انا بربط الطيور اللي عندي على اساس انها ما تهرب، يعني لو ضل على طبيعته انه بيعض وحاجة بتروض خفيف، يعني ما بعض يعني عضة الشرسة، بس انا بحب اروض طيوري على انها ما تهرب. همستر انا يعني بلاقيه في الليل مرات بيطلع على السطح وبيلعب يعني، وبياكل بطعميه بدي حبة الذرة وبياكل بياخدها. طبعا هي انا فول وهنا ينسون على ما اظن نسيت اسمها. طبعا هذا قرطم علف لبعض الطيور اللي عندي في المحمية قرطم. طبعا ها خلينا نيجي لورقة البزر او لشجرة البزر، بزر الشمس. هاي الزهرة تبعتها ما شاء الله، طبعا هيها كبيرة الله يبارك. طبعا احنا بنزرع عندنا كمان كثير بذور ما بتصلح تنزرع على السطح. طبعا هذه شو، هذه المانجا او المانجا، هذه شجرة مانجا زرعناها بالبزرة. طبعا هذا أبوكادو احنا بنزرعه تحت مي، شايفين هي بنحطه هيك هي بتوصل المي، ما بنحطها في المي عشان ما تعفن بنغرقها يعني. هذه زهور نوع من انواع الصبريات. وطبعا هاي هنا كثير في عنا أبوكادو، وهي هنا واحدة بتزرع شايفين كيف. للعلم احنا بس بنخليها تكبر ونشوفها كيف بتنمو وبنحطها، يعني لو كبرت صارت متر عادي معلش، بس يعني مو انه ناخد منها ثمار، بس للعلم بدل ما نرميها بس نتعلم ناخد منها يعني معلومات قديش بتقعد ايامها من غير ما نبحث ومنجرب نتعلم منجرب يعني. انا احلى تحية لعمو باسم ولخالته ام عبد الرحمن ولا متابعي القناة، طبعا هذا برضو عشبة، ولا متابعي القناة ولا عبد الرحمن ولا ريكس خصوصي. طبعا هذه شجرة زينة او من نوع من انواع الصبريات. خلونا نبدا من هنا. طبعا احنا عاملين زي دفيئة تقريبا، هنا فيها مزروعات واغراض الخاصة بالسطح. طبعا من هنا هيك اعشاب، طبعا العشب بنخليها تكبر شوي قبل ما تحط بزر او تزرع البزر، من يخلعها ونحطها للدجاج. طبعا هذه الريحانة هذه كانت ميتة وفحطناها هيك في الجوار تشرب شوية مي لقيناها بتطلع، فخلاص حنا نقيم عن البذور. طبعا هي هيك حطيناها لي طلع الخضار، طبعا هيك ميتة تقريبا هي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحلى تحية لكل متابعي القناة. طبعا هذا بياخدوا كتان، بياخدوا منه زي كأنه قطن للعشوش اليمام والزبر بياخد منه. وسلامات، أحلى تحية لريكس والمجننكو، طبعا حارس قوي هو. واحلى تحيه لخالته ام عبد الرحمن ولا عبد الرحمن ولا عمو باسم، يعطيكم الف عافيه. كنتم معنا في هذا الفيديو وشكرا على المشاهده وسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص يا حبايبي، انا حابب بس اوصل لكم معلومه بسيطه جدا، معلومه ان البط دوت السبب في تربيته اني من حب لفيديوهات الاستاذ باسم، وانا بحبه جدا. وزي ما انتم شايفين البط بسم الله ما شاء الله عليه، وشفتوا البطة الصغيرة اللي هناك دي البطة دي، انا كنت جايب البط دي بنفس الحجم دي، بس انا ما يقستش وقلت ده هيموت من الساعة، بس انا رحت برضو اشتريته وعملت له عشة، وهنشوف العشة دي دلوقتي. ودي كله دي حاجة بسيطة بس كده، دي كله من حبي في قناة الأستاذ باسم، وهو حملة يلا نرجع الكار لبيوتنا، الحملة بتاعته دي هي اللي حببتني فيها وانا حبيت اشارك فيها، وياريت الكل يشارك فيها. وتعالوا نشوف العشة يلا مع بعض. ادي عشة البط يا حبايبي، هي حاجة بسيطة بس كده، بس انا من حبي في القناة علمت وعملت. وادي انا عارشها من جوه بالجريد وعملها مزبطها وبالبرميل وبالحاجات، يعني ان هم ينهموا فيها بالنهار بطلعهم وبالليل ببياتهم ان هم ياخدوا البروتين من الشمس. وحابب اوريكم الاكل بتاعهم انا عامله لهم ازاي، تعالوا يلا نشوف الاكل بتاعهم ونشوفوا احنا عاملينه ازاي. طبعا ده هو الاكل، ها دوت فول مطحون على برسيم مخروط على ردة على سيرس، يعني ديت اسمها المكونة دي، وبخلطهم واحط عليهم مية، دي اسمها عليقة، دي حلوة للبط جدا والبط بيحبها في العمر دوت. وانا بقالي 4 مرات بعملها له، بملى الجركن وبيقضيه اليوم كامل
وياريت الكل يعملها عشان تستفادوا، واحنا بنوصل لكم المعلومة دي عشان تستفادوا ومش اكتر من كده والله. وبعد يا حبايبي لما قلنا الحاجة بتاعة البط الأكل بيتعمل ازاي، تعالوا اما اوريكم الزرع بتاعي وحلاوته. هي حاجة بسيطة بس كده، هي أشجار ديت الورد دوت اسمه فل، بيطلع ورد ريحته جميلة جدا. انما دي شجرة زينة كده، وده بصل اهو، بصل ودي بصل ودي ريحان وادي دي شجرة ليمون، وفي شجرة جوافة كانت أكبر من دي وزرعها في الجيركن وهي صغيرة وكبرت ونقلتها تحت في الأرض. ودي كله عاوز أوصل لكم المعلومة إن دي كله من حبي في الأستاذ باسم، وربنا يبارك له يا رب إن هو بيوصل لنا المعلومات دي. السلام عليكم، معكم أخوكم صهيب من الأردن. هاي شتلة دراجون فروت، وهذا خس الايسبرغ اللي بيصير زي الكرومب، وهاي شتلة ريحان السلطة، وهون فيه خس كمان وثوم، وهون فيه فلفل شطة، وفي كمان حلبة، وهون كزبرة بس لسه ما طلعت، وهون كمان فلفل، وهون بصل أخضر، يعني صاروا له حوالي 3 شهور. أنا بأخذ الورق برجع يطلع مرة ثانية. هون كمان فلفل، هون طماطم بس صغيرة، وهون زعتر لسه جديد زرعتها، هون كمان زعتر بس قديمة، هون كمان في زعتر، هون ميرمية، هون فلفل كرزي حار، هون كمان فلفل كرزي حار، زي هيك بيكون. هون في الطماطم الشير الكرزية، وهون الروزماري، وهون طماطم عادية، هون في شتلة فلفل محا جديد زرعتها هاي امبارح، وهون طماطم قديمة هاي عليها حب هون، وهاي كمان طماطم، وهاي طماطم كمان، وفي كمان الصندوق الجديد اللي عملته نفس فكرة قناة توفر في بيتك منوعات، طبعا إله صرف وإله كل إشي. أنا امبارح زرعته الخس الايسبرغ، هيك اسمه بالأردن، بعرفش إذا نفس الدول هيك اسمه. هون عندي الدجاج البلدي الفلاحي، وعندي كمان حمام وسمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا استاذ باسم؟ احنا من مشتركين حملة البنك الخل بيوتنا، النهارده مزرعتنا عندنا هنا النعناع، وعندنا هنا البصل والجرجير، وعندنا هنا توم، وعندنا هنا ورد، هنا مانجا بصل، وعندنا هنا بط وبصل وجرجير. دي المزروعات بتاعتنا اللي احنا زرعناها، دي مزروعات. هوريكم بقى فيديو تاني في قسم عند الحمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا من متابعين أستاذ باسم قناة توفر في بيتك منوعات. هنوريكم النهاردة الحمام بتاعنا، الحمام بتاعنا اهو. الحمام ده في انواع، انواع زي ما وعندنا الهزاز، وعندنا الكريسي، وعندنا الواحد، ده احنا ما عندناش لحم فرنساوي، بس حمام تقيل واوزانه تقيله يعني. هو ده الحمام اللي عندنا بأبسط حاجة هتعمل قطيع، يعني انت ممكن تيجي تبدأ من جوزين او ثلاثة هتعمل قطيع كبير. انتاجية عالية جدا،
ومشروع مربح جدا اللي عايز يبدأ. هو ده الحمام. ده الحمام. ده كان مقطع صغير إهداء للأستاذ باسم حب الجماهير وصاحب قناة وفاء حبيبتك منوعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.